السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. يا رب قراءتنا تكون خفيفه على قلبك يا برج الجوزاء، وتكون كلها فرج وسعاده وهنا على حياتك، ونشوف ايه الطاقه بتاعتنا من تحذيرات من تبشرات من كل اللي هيظهر معانا الفتره دي هنتكلم فيه مع بعض، لان انت حرفيا طال انتظارك في اكتر من حاجة يا برج الجوزاء، وعشان كده قراءتك هتكون خفيفة على قلبك وهتكون جميلة جدا، وانا متأكدة يا برج الجوزاء ان هي هتفرحك قوي، لان انت ان شاء الله بإذن الله لإما هيكون عندك صلح، لا زواج، لا استقرار، لا فرحة. ونشوف مع بعض قراءتك الفترة دي. برج الجوزاء، انت عندك انفراجات مادية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برج الجوزاء، انا دايما اقول لك يا برج الجوزاء ان حياتك العاطفيه مفيش حاجه بتكمل فيها، ان حياتك العاطفيه متلخبطه، ان حياتك العاطفيه عليك عيون كتيره جدا، او اقدر اقول لك ان انت متراقب، متراقب يا برج الجوزاء. اول حاجه عايزاك تاخد بالك وتاخد حذرك كويس جدا، ان انت محسوب، وفي ناس بتكرهك، وناس عايزه توقعك، وعايزاك تقع، عايزه سقوطك، الناس دي عايزه سقوطك من كتر العين والحسد والسحر في حياتك. بقيت تحلم باحلام، احلام بكوابيس مزعجه، وتصحى متضايق، بقيت من وقت للتاني بتحس بصداع فجاه، وتحس انه عندك الم في مفاصل، وعندك هبوط حاد، وبتحس بدوخه واعراض كتيره جدا، الم في المفاصل، بتصحى من النوم جسمك متكسر. اكتب لي اللي بتحسه في التعليقات، قول لي انت ايه بتحس بالاعراض اللي انت بتحسها، عشان اقدر اقول لك انت تختار انهي وصفه في علاج السحر. بص يا برج الجوزاء، رغم ان انت مسحور وحد عامل لك سحر، رغم ان انت اقوى وبتعافر وبتجاهد وبتحاول ان انت تقول ايه، ربنا كريم، ربنا هينصرني، ربنا ما بيسيبش حد، دايما رامي همومك على الله. عندك سفر، او عندك توقيع ورق، او عندك ورقه هتخلص في المحكمه، وفي نفس الوقت الشهر ده شهر يوليو هيقدم لك تيسير في امور، او هيبقى عندك دعوه مستجابه، او اقدر اقول لك ان انت عندك تحسين في الاوضاع باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. وكمان يا برج الجوزاء، انا مش عايزاك تقول على نفسك ان انا منحوس او انا حظي قليل، لا، انت بس طيبة قلبك مدمراك، طيبة قلبك مخلياك تقع مع ناس اوسخ خلق الله، مخلياك بتخسر حاجات كتيرة جدا. انت بتدخل في علاقة، في علاقة الحب، فتاة الجوزاء بتدخل في علاقة بتطلع منها خسرانة، ما بتطلعش من اي علاقة كسبانة. راجل الجوزاء نفس الحال، فانتوا مش منحوسين ولا انتوا حظكم قليل، انتوا بس محسودين من كل الناس ومن اقرب الناس ليكم. طيبة قلبك دي، وان انت شخصية ما تعرفش الخبز ولا اللقم، ده صدقني انت محسود عليه، وعندك واحدة ست مركزة في حياتك اكتر ما انت مركز، يعني عندك واحدة ست مركزة في حياتك بالكامل اكتر ما انت مركز، بومة اعدالك في الرايحة وفي الجاية. دايما يقولوا ان برج الجوزاء مش صريح، وبرج الجوزاء مغرور ومتكبر، لا بالعكس، اللي يعرفك كويس ما بيقولش عليك كده، اللي يعرفك بيقول ان انت شخص صريح جدا وصادق مع نفسك، ما تعرفش اللقم ولا الخبز، بس دايما عندك مشاكل في حياتك العاطفيه، دايما عندك مشاكل في حياتك العاطفيه. بدات ان انت تحسب امورك بالعقل، ما بداتش تفكر في القلب، يعني بدات ان انت تركن القلب وتقول القلب دايما بيوقعني في مشاكل، انا هحاول ان انا افكر بالعقل بس. الناس مش فاهمينك خالص يا برج الجوزاء، ولا انت لحد الان لاقي اللي يفهمك، انت طيب جدا، حنين جدا، بتعامل الناس بطيبتك، وده بيخسرك كتير. الناس دايما زي ما قلت لك شايفينك ان انت متكبر ومغرور، رغم ان انت غير كده في الحقيقه، العكس تماما، انت بس واثق في نفسك زياده عن اللزوم، وفي حياتك خدوم جدا وبتساعد كل الناس،
وما بتحبش تشوف حد محتاج حاجة وما تقفش معاه، رغم ان انت لما بتقع في عز الضيقة والخنقة ما بتلاقيش حد جنبك حتى يطبطب عليك بكلمة. عمرك ما هتنسى اي حد ظلمك ولا جه عليك، ما بتشيلش جواك حاجة، صبور جدا، بس لما الموضوع بياخد اكبر من حجمه بيتحول عندك الى بركان غصب عنك. بتشتري اللي يشتريك، وتبيع اللي يبيعك، وتسيب اللي يسيبك. بقيت ترد، هتحاول ترد اللي يأذيك. انت مش هترد الأسية بالأسية، بس هتقول اللي هيسيبني خلاص انا هبعد عنه. انت يا برج الجوزاء خدت فترة كنت بتضحك وتهزر، او انت عايش حياتك بالضحك والهزار، بس الفترة دي بقيت هادي، بقيت تقفل على نفسك وبقيت قاعد لوحدك. انت من كتر ما الناس بتجدد لك الطاقات السلبية والطاقات السح، شعرك بدأ يقع، بقى لون بشرتك بهتان، بقى يطلع لك حبوب، صداع مستمر. اكتر حاجة بتشكي منها القولون والصداع، وجع في الرجلين وألم في الظهر من غير اي حاجة. من كتر ما انت دخلت في علاقات عاطفية وحس ان حياتك متلخبطة يا برج الجوزاء، بدأت مشاعرك تكون باردة، بدأت ان انت الفترة دي تهمل في صحتك جدا، وما بقتش تركز على صحتك زي الاول رغم ان انت كنت بتحب صحتك جدا. بدأت ان انت تكون منعزل عن الناس. برج الجوزاء لما تيجوا تتكلموا معاه، احذروا ان انتوا بتتعاملوا مع برج الجوزاء. برج الجوزاء عنده لغة العيون، بيفهم الناس من لغة عيونهم، من تحرك شفايفهم، من تحرك جسدهم بالكامل، حتى من اي حاجة بيعملوها بيفهموا. بيربط الاحداث كلها ببعض. كمان برج الجوزاء من الشخصيات اللي هي روحانيتها عالية، اللي بيحسوا بيحصل على طول، بيفهم الناس من بعض اي كلمة ممكن يقولها، وبيطلع نتيجة مبهرة في حياته. برج الجوزاء ما بيحبش الشكل خالص، بيحب دايما الروح، وعشان كده دايما بتاخد اكبر خوازيق في حياتك. فتاة الجوزاء بتحب الحرية، ما بتحبش التقيد، ما بتحبش ان حد يأذيها ولا حد يظلمها ولا يجي عليها. فتاة الجوزاء كمان ممكن تكون في فرح او في خطوبة او في حاجة مناسبة سعيدة، ممكن تكون في مناسبة سعيدة. واللي بيحصل ايه؟ ان هي لما تكون في مناسبة سعيدة بتفتكر اي حاجة تنكد عليها وتخليها تعيط او تزعل او تمشي. صح؟ الكلام ده صح؟ لو كنت قاعدة في مكان وحسيت ان انت تقيلة على اللي قدامك بتمشي فورا وبتنسحبي ابدا. ما بتعامليش حد بنفس المعاملة، بس هتبدأي تحط حدود لكل الناس. بدأت توقفي العلاقات العامة اللي عندك، وبدأت تحسبي كل الامور اللي داخلة حياتك. صريحة يا برج الجوزاء، وده بيوقعك في مشاكل كتير انت مستغنية عنها. من صغر سنكم برج الجوزاء شايل مسؤولية، بدأت ان انت مسؤوليتك تزيد. اتجوزت، خلفت، انفصلت، المهم ان انت بدأت مسؤولياتك تزيد. من ناحية العاطفية بالنسبة للناس اللي عزاب، فانتوا عندكم قلب مفتوح، لاما علاقة جديدة، لاما رجوع من الماضي، لاما حاجة جديدة في حياتكم العاطفية. الناس اللي منفصلين، انا شايفة ان انتوا خدتوا القرار الصح اللي في حياتكم، اللي كان لازم تاخدوه من بدري، بس الست البومة دي شوفوا لها حل، اللي هي اعدلكم ودايما مركزة في حياتكم اكتر ما انتوا مركزين، بسم الله ما شاء الله. برج الجوزاء انت عندك قضية في المحكمة، دخلت في مشروع وخسرته، ولا فلوسك اتسرقت منك، ولا صرفت فلوسك عن نسوان في العلاقة التالتة. برج الجوزاء في علاقة تالتة، احذر وخلي بالك، عشان انت اللي على قلبك على لسانك، يعني ممكن تقع بلسانك، ولو وقعت ما بلسانك هتخسر حاجات كتيرة جدا انت مستغني عنها. برج الجوزاء اخدت فترة بقيت سايب الناس تعيش بمزاجها، اخدت فترة بدأت ان انت تقول ايه، انا ما هركز مع حد، انا هعيش مع نفسي، انا ما هشغلش بالي بحد، اللي يشغل باله يشغل، واللي ما يشغلش ما يشغلش، واللي يكلمني يكلمني، واللي ما يكلمنيش واللي يفضل. بدات تتغير.
برج الجوزاء كرامته فوق اي حاجة. اللي يتعامل مع برج الجوزاء لازم يبقى عارف ان هو بيتعامل مع خط احمر، كرامته فوق اي حاجة. لو حد جه على كرامته بيخسر كتير جدا، انت ممكن تخسر حياتك وانت قاعد. اوعى تيجي على كرامة برج الجوزاء، دي نصيحة. برج الجوزاء انت الفترة اللي جاية هتكون شخص تلقائي، هتعامل الناس بتلقائية، وهتحاول ان انت تحط النقط على الحروف في بعض الامور اللي في حياتك، في بعض الامور اللي في حياتك هتحاول ان انت تحط النقط على الحروف. الحسد والسحر انت اللي جايبه لنفسك، انت اللي جايب الحسد والسحر لنفسك. دايما كنت بتضحك، دايما بشوش، دايما ما تعرفش الخبث ولا اللؤ ولا الامور الوحشه. دايما الناس كانت تقول لك الله ده انت لابس لبس شيك، الله ده انت سن اللي شو شكلك اصغر من سنك، الله ده انت تفكيرك تفكير دماغ مش عارفه ايه، الله ما شاء الله. طب قول لي يا برج الجوزاء، خلينا صراحه، كم مره فرحتك ما بتكملش؟ كم مرة تستنى موضوع وما يكملش؟ كم مرة تزعل؟ كم مرة تحزن؟ كم مرة تعيط؟ كم مرة بتكون حزين؟ كام وكام وكام وكام؟ انت دايما في علاقاتك العاطفية بتدور على الجزء الامان، بتدور على الراحة، بس ظنك خاب كتير جدا في ناس وعشت تجارب سيئة كتير جدا. وعشان كده قررت ان انت تعتمد على نفسك، وقررت ان انت تبص على مستقبلك شوية، وبدأت تركن حاجات كتيرة جدا في حياتك ملهاش اي لازمة، وحاجات عندك توتر وحيرة. بدأت ان انت ترضي بإرادة ربنا، وبدأت ان انت تقول ربنا اكيد ناوي، ربنا اكيد هيشيل عني الشر وهيكرمني بحاجات حلوة. انت يا برج الجوزاء حصل عندك اجهاض، او عندك طفل تعبان، الله اعلم، بس انت عندك طفل تعبان، او حصل عندك اجهاض، او حد عندك حصل عنده اجهاض، عندك حد متوفي او حد في السجن، حد متوفي او حد في السجن، عندك مشكلة ملخبطة حياتك او همين وانت واقف حيران في موضوع انت اخترته ومسدود، حاسس ان هو مسدود. ما تقلقش ربنا هينوره لك، عشان انا شايفة شمعة، لأن حد هيدعمك في حياتك وربنا هيكون هيرضيك بيه. بلاش تشيل الحزن والهم زي ما انت شايله، انت لو عرفت العوض اللي ربنا كاتبه لك صدقني مش هتزعل، وهيكون عندك حاجات إيجابية كتير في حياتك. انت صبرت كتير على حقك وعلى ظلمك وعلى كسرة قلبك وعلى الطعنات اللي انت خدتها، عزة نفسك قوية جدا جدا جدا. دايما بتسند الجميع، بس وقت ما بتقع ما بتلاقيش حد بيسندك ابدا. برج الجوزاء حاول ان انت تكون هادي الفترة اللي جاية، وحاول ان انت تكون في حالك اكتر، وبلاش تمشي ورا الست الخبيثة اللي هي عايزة تكسرك وعايزة لك المشاكل وانت لا تدري. انت من وقت للتاني بتعيش تقلبات مزاجية في حياتك، بس حياتك هادية، بس رغم من هدوء، رغم من حياتك هادية، رغم ان انت عندك وجع في قلبك وعندك نغزة لحد الان ملهاش حل. برج الجوزاء لو كل السكك مقفولة في وشك، صدقني ربنا هيرتب لك اسباب تافهة وتحصل لك معجزة تديك طاقة ايجابية وتديك حاجة حلوة جدا تغير من حياتك. بس انا عايزاك تخلي بالك وتحذر من حاجات كتيرة جدا في حياتك عاملة لك توتر. هل ترى اللي مزعلك يا برج الجوزاء ان عمرك ضاع على ناس ما تستاهلش، ولا ان ثقتك وطيبة قلبك وجدعنتك ودايما كنت بتقف مع الناس وكنت جدع معاهم وهم اللي عملوا لك الخوازيق؟ اللي مزعلك تربيتك النظيفة ومعدنك الأصيل اللي انت دايما كنت بتعتبرهم أول حاجة في حياتك وصدموك، صحابك اللي غدروا بيك ووقعوك في شر أعمالهم؟ اللي مزعلك ثقتك اللي ما طلعتش في محلها، العشم الزايد اللي انت رميته على ناس ما تستاهلش؟ ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلك الكرم الكبير اللي انت كنت بتديه الناس، ولما ردولك الأسوأ ونقر الجميل؟ ايه اللي مزعلك في حياتك؟ لا ما تزعلش، انا عايزك تفرح، انت حواليك حاجات كتيرة جدا هتحصل لك الفترة اللي جاية، عندك حظ وعندك كذا حاجة في حياتك رغم ان المشاكل دي كلها. بس عايزة اطمنك وريح بالك، انت عندك امور حلوة جدا، وعندك تحسن في الحال، وعندك كذا حاجة فيها امور حلوة جدا في حياتك انت مستنيها. فانا عايزاك دايما تتفائل بالخير فقط لا غير. انت مستني ورقة يا برج الجوزاء، الورقة دي لو جات لك صدقني
حياتك هتتغير. الورقة دي لو جاتلك حياتك هتتغير بالكامل. طيب عندك حد مدمن مخدرات، او حد بيشرب، او حد مسجون زي ما قلتلك؟ الفترة اللي جاية هيكون عندك فرحة في ارض البيت يا برج الجوزاء. الفترة اللي جاية هيكون عندك فرحة زي ما قلت لك. انت هنا منتظر الفرحة، منتظر تغير مكانك. انت في ارض بيتك مش مرتاح بسبب الكلام الكتير والحسد. ايه الحاجة اللي انت مستنيها؟ حد غايب عنك وانت مشتاق له، او منتظر رجوع حقك؟ انت عندك حالة انتظار. ايه هي؟ منتظر طفل، ولا منتظر خروج حد من السجن، ولا شفاء مريض، ولا ايه بالظبط؟ قولي الحاجة اللي انت منتظرها. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. طيب مين الشخص اللي دايما الشخص اللي هو شخص خبيث، الشخص اللي هو خبيث في حياتك بوشين، حد خبيث في حياتك؟ طيب انت هنا مستني فلوس يا برج الجوزاء، مستني قرض، ولا مستني محكمة بالخير من حاجة ورث، ولا منتظر حد يكلمك ويجيب لك الفلوس اللي انت مسلفها له، او منتظر حاجة تبيعها عشان تجيب فلوس؟ الله اعلم. انت عندك منتظار حاجة يا برج الجوزاء. طيب خلي بالك ان حواليك ناس كتيرة جدا خبيثة، حواليك ناس كتيرة جدا 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 خبيثة. على قد كده ان ربنا هيرجع لك حقك، وهيبقى عندك تعويض حلو جدا في حياتك. شايفة كمان ان انت هتقعد على كرسي، وهتكون منصور بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. رغم ان انت عشت في مشاكل كتير وعشت في دوامات كتير، بس انت عندك طريق حلو جدا. مين برج الاسد عندك يا برج الجوزاء؟ مين برج الاسد عندك؟ ومين حرف الام؟ ومين الست البومة اللي مركزة في حياتك قوي؟ ومين الست اللي شعرها طويل؟ واحدة ست عندك شعرها طويل وجسمها عادي، جسمها عادي وعينيها واسعة كده، وش تحس ان وشها بشوش، بس هي خبيثة. عندك في ارض بيتك انت يا برج الجوزاء، لما تعمل حاجة بتلاقي حد مسيطر عليك، بتلاقي حد مسيطر عليك. بص كمان يا برج الجوزاء، انت عندك هنا واحدة ست، خلي بالك وانتبه كويس جدا. واحدة ست، الست دي عاملة لك دربكة في دماغك، عاملة لك حاجات انت مستغني عنها، عاملة لك حاجات كتيرة جدا، عاملة لك طاقة سلبية، عاملة لك كذا حاجة في حياتك، معقدات من نفسك، مخليك مش عايز تقعد في ارض بيتك ولا عايز اي حاجة. الرزق عندك كله بسيط، بس عندك تجديد في حياتك. دايما حد عندك بيجدد لك طاقة السحر يا برج الجوزاء، احذر وخلي بالك. عندك حد بيجدد لك طاقة السحر. الشريك، الشريك ليه عامل لك دايما مشاكل ووجع دماغ وصداع مستمر؟ عامل لك دايما مشاكل ودايما معيشك في نكد وفي حيرة من امرك. منتظر خير، ما تقلقش، الخير جاي لك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طيب انت ناوي تعدي البر، ناوي تعدي المكان اللي انت فيه. انت عندك اشتياق غير طبيعي يا برج الجوزاء، عندك اشتياق غير طبيعي. عندك حد في ضيقه وفي خنقه وانت زعلان عليه. بسم الله ما شاء الله. انت بعيد عن ولادك يا برج الجوزاء، انا شايفه ان انت عندك لهفه اشتياق كبيره جدا لاطفال. يا هل ترى اطفالك بعيد عنك، ولا انت منتظر خبر حمل؟ الله اعلم، بس انت عندك اشتياق لاطفال. بتحب بتحب الشريك ومنتظر ربنا يجمعكم مع بعض في بيت واحد. انت عندك حب للشريك غير طبيعي يا برج الجوزاء. عندك حد بعيد عنك.
عندك برج الأسد يا برج الجوزاء. برج الأسد ده أنت بتحبه جدا جدا جدا، يعني أنا شفته لك هنا وشفته لك تاني من عند برج الجوزاء حب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله عندك حاجة حلوة جدا 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 اليومين اللي جايين، حاجة حلوة جدا هتحصل لك اليومين الجايين. عندك نجاح في دراسة، عندك نجاح في دراسة، وعندك دعوة ربنا استجابها لك يا برج الجوزاء، عندك دعوة ربنا استجابها لك. أكتر حاجة تعباك وعاملة لك توتر وحيرة هي طيبة قلبك، هي طيبة قلبك، خلي بالك بلاش تكون طيبة قلبك زيادة عن اللزوم. ما تقلقش يا برج الجوزاء، انا شايفاك حيران وعايز تغير بيتك وسكنك، عندك نقلة جديدة وعندك تغيير بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. مش عايزاك تخاف من حاجة، القرار اللي انت عايز تاخده خده وانت مطمن، القرار اللي انت عايز تاخده خده وانت مطمن، خده وانت مطمن. الحاجة اللي انت منتظرها هتجيلك، الحاجة اللي انت منتظرها هتجيلك. لو انت منتظر الستر صدقني ربنا هيسترك وهيجمعك بمن تحب. قول امين، اللهم امين يا رب العالمين. الشريك دايما عامل لك مشاكل انت يا برج الجوزاء، بلاش تقول نفسيتي تعبانة وخايف وحياتي متلخبطة، انا شايفه لك خير، شايفه لك خير. للناس اللي متجوزين حاسين ان جوزهم هم شاكين في جوازهم وحاسين ان جوزهم في علاقة تانية، فعلا علاقة الشريك في علاقة تانية وتالتة كمان، الشريك عنده علاقات متعددة. ايه اللي قدمت عليه؟ مقدم على وظيفة ولا مقدم على شقة ولا مقدم على سكن؟ ايه اللي انت مقدم عليه؟ عندك حاجة حلوة جدا جدا في إذن الله بفضل ربنا الفترة اللي جاية. طيب أقول لك على حاجة، أنت حصل لك صدمة لحد الآن بتعاني منها، حد عامل لك صدمة، عندك صدمة كبيرة جدا انت يا برج الجوزاء في قلبك. مين حرف العين اللي عندك ومين حرف الالف؟ مين الالف والعين ومين برج الاسد ومين الست البومة اللي واقفالك في حياتك؟ انت مستني سفر صح؟ منتظر سفر يا برج الجوزاء. الصداع ده حاول تقلله. الوظيفة اللي انت منتظرها جيال، عندك شراء حاجة معينة او هدف في دماغك. ايه القرار الصعب اللي انت عايز تاخده ومش عارف؟ القرار الصعب اللي انت عايز تاخده حاسس ان هو صعب، في قرار انت عايز تاخده وحاسس ان هو صعب يا برج الجوزاء، بس انا شايفالك فرحة ارتباط جديدة يا برج الجوزاء، شايفالك فرحة ارتباط جديدة وشايفالك انطلاقة حلوة جدا. انت عندك كذا حاجة حلوة هتفرح قلبك، بس انت اكتر حاجة منتظرها برج الجوزاء ورق الطلاق. برج الجوزاء مستني ورق طلاق ومنتظر رجوع حبيب، منتظر حاجات كتير. الانتظار اللي حالة الانتظار اللي انت فيها دي هتتحقق، توقيع الورقة هيجيلك والخير والرزق والتفاؤل وكل ما هو جميل من اجل عيون برج الجوزاء. لو عجبتك القراءة ما تنساش تشجعني باللايك وبالكومنت الجميل وتدخل على القناة وتسمع الفيديو بتاع فيديو علاج السحر، وكمان الفيديو اللي فيه الاعراض عشان تشوف الاعراض اللي على الوصفة وكمان تعملها، وان شاء الله بإذن الله السحر يطلع منك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تحياتي ليك يا برج الجوزاء.